هلا احنا معنا اللاعب الناشئ ابراهيم ومعنا والدته، نتعرف على بنشوف ماما بعدين نرجع لك. اهلا حبيبتي. ابراهيم، ابراهيم بيلعب سكواش، هو عمره 6 سنين، كان يشوف اول شيء ابوه واخته بيلعب سكواش فهو حب اللعبه من هو صغير. بدا اللعبه بنادي المدينه الرياضيه، كنا اعضاء فيه فكان يلعب يعني كهوايه، بعدين شافوه الاتحاد الاردني واخذوه، فهو من عمره 7 سنين هو بالاتحاد والحمد لله هو هلا الاول على الفئه تحت سن 13. اوكي ابراهيم احكي لي، بلشت لعب مع كوتش بدر حجازي، هو اللي اسسني، بعديها لما طلعت على الاتحاد بلشت مع مدرب باكستاني، بعديها كوتش ناصر، كل اللي كان يدربوا هون، بعديها اخذني كوتش محمد زبيدي، هو الفضل له اني بلشت بهاي اللعبه. من اي سنه لك بالسكواش؟ من عمري 7 سنين. وهلا شو انجزت؟ انا الاول تحت 13 وطلعت على الهند وطلعت بطولات برا. اوكي شكرا لك ابراهيم، ان شاء الله بنشوفك احسن لاعب.